النار كندخلها مباشرة بقرة. الكأس الآخر كذلك. لا هذه كتسمح زعما جافة ومتزحلقة، داكشي اللي درتو له في الأول في الدلاك نخدمو له بالكاس. نخدمو له بالكاس. كنضرب هنا، كنضرب هنا، نضربو بالريح. ها 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 شوية، كنجيل هنا. تنجيل هنا. تنجيل هنا. كنجي هنا. كنجي ميمنة وميسرة. وبالشفاء ان شاء الله سبحانه عز وجل. اذا فهمتوا كي داير من اسفل الاعلى وكنلعبوا على الفقرات. هاد الفقرات هما اللي تلعبوا عليهم مزيان. ها ها بالتالي شنو كندير؟ تنحيد الكاس، تنطلب الاخ ديالنا الشفاء وتنقول له اجلس. اجلس اجلس عند الدور ديالنا. اجلس بالشفاء. غير شويه عليك. سرح راسك مزيان. بسم الله نصف تضيق فقرات الشفاء ان شاء الله. بقى لك الفصل. طيب شي قاصح خويا اصبر شويه غادي نجيبو داك يا عمر. عطيت الماء اللي غير جيب. بسم الله مليح. طيب بسم الله. واش الصحراء باش ولا حضرة؟ والله ما عندي نزل. انا حضرة مزيانة ان شاء الله. العرق حوا في برين. بسم الله. وصلت لي وصلت لي النوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سديني حتى رجليك سمع فك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن اياك نعبد واياك نستعين. الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دونك حنا دابا درنا حجامه تطبيقيه مجربه باذن الله سبحانه عز وجل. العرق نسى. إذا درنا الحجامة التطبيقية تيخصنا الأكل. نرجعوا للحبيب كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري ومسلم قال: شفاء عرق النساء في آريات شاة أعرابية تجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على الريق فهي شفاء. الآرية الأعرابية شنو هي؟ هي المؤخرة أو الضبور ديال الشاة اللي كتكون أعرابية. هنا تكلم أبو بكر الرازي بحاوي ديالو قال بأن شرط أن تكون كترعى القيصوم أم الشيح. إذا غادي نتحرى البلاصة اللي كيكون فيها الشيح ونجيب ديك الشاة ديالها ونجيب الديالة ديالها وندور الشحمة ديالها تدال ونجزأ ثلاث أيام وتشرب على الريق بإذن الله تجيب الله الشفاء من هذا الداء الوباء الخطير بإذن الله سبحانه عز وجل. وبالشفاء الأخ ديالنا ونخليه وقف حاضر شوية. كنخليه وقف وكيضغط مزيان على القدم ديالو على الكاحل. هو الماء الساخن تيكون مسخون. دابا ما تنسى مسخون هو الماء الساخن والملح. دابا درت له غير بارد. حتى درت له جافة ولكن وهيئاته كما درت له نفسه مسخون. خمسة خمسة درجة خمسة خمسة. داكشي باش ما خرجش الدم بزاف حيت ما كاينش الماء سخون. لا 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 على حسب الماء اللي استيتي. هو
باش حتى تمشي ان شاء الله يمكن تخرج وتيجيب الله الشفاء العاجل باذن الله سبحانه وتعالى. وهنايا اللي عندي شي سؤال اخر مرحبا. الله يجزيك خير.